صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر عشان بقى يبدأوا الاستعدادات للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الجمعة القادم وإياب دور ال 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا، وطبعا هتكون امام فريق سان جورج الاثيوبي. يعني خليني اقول لحضراتكم انه طبعا مستر مارسيل كولر اكد على جميع اللاعبين ان لسه لم يتم حسم طبعا التاهل للدور القادم، لازم يركزوا في المباراه بشكل جيد جدا كانهم بيلعبوا مباراه لازم الفوز فيها، طبعا بجانب ان احنا فزنا بنتيجه 3-0 في مباراه الذهاب، لكن لازم يركزوا بشكل كبير جدا. المران النهارده هيكون الساعه 6 مساء، طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كره القدم. واستكمالا بقى للحديث عن كرة القدم، خلوني كمان اقول لحضراتكم ان ناشئين 2005 امبارح قدروا يحققوا فوز على فريق حرس الحدود بنتيجة 3-0، ده طبعا كان ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية، لان هم عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من ان المباراة كانت خارج ارضهم لكن قدروا يسيطروا على المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وزي ما قلت قدروا يفوزوا بنتيجة 3-0. احرز بقى اهداف النادي الاهلي اللاعب احمد خالد كباكا، اللاعب فارس خالد، واللاعب حسام عادل، عشان بقى بالفوز ده يقدر يرفع النادي الأهلي عدد نقاطه لتسع نقاط، يعني بادئين بداية كويسة جدا لبطولة الجمهورية. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يكملوا بنفس الأداء. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى، والبداية مع كرة السلة والإعلان عن جدول مباريات البطولة العربية اللي طبعا هتقام في قطر، ومنافساتها هتكون من يوم 1 أكتوبر حتى 12 أكتوبر. خليني بقى أطلع حضراتكم على مواعيد مباريات النادي الأهلي. المباراة الأولى هتكون يوم 1 أكتوبر، هتكون أمام فريق دجلة الجامعة العراقي، هتكون الساعة 1 الظهر، والمباراة الثانية هتكون يوم 2 أكتوبر، هتكون أمام فريق الاتحاد الليبي، هتكون الساعة 4:30 العصر. المباراة الثالثة هتكون يوم 4 أكتوبر، هتكون أمام مجد الطنجة المغربي، هتكون الساعة 6:30 مساء، والمباراة الرابعة هتكون يوم 6 أكتوبر، هتكون أمام بيروت اللبناني الساعة 2 الظهر. طبعا كل هذه المباريات هتكون بقى على صالة الريان بقطر. زي ما قلت كل التوفيق لرجال كرة السلة إن شاء الله يقدروا يحققوا البطولة. أما عن سيدات كرة السلة فامبارح كان عندهم ثاني مبارياتهم في الموسم الجديد، كانت أمام فريق مصر للتأمين وقدروا يفوزوا في المباراة بنتيجة 76-47، ده كان ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. الحين هم يعني بادئين الموسم بداية قوية جدا، مباراتهم الأولى كانت أمام فريق السكة الحديد وقدروا أيضا يحسموها لصالحهم بنتيجة 48-29. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد، وسيدات ورجال كرة اليد بيستعدوا بشكل قوي جدا للبطولة الإفريقية اللي طبعا خلاص هتبدأ منافساتها غدا إن شاء الله. البطولة بتقام في الكونغو، وخلوني أقول لكم إنه رجال وسيدات كرة اليد استعدوا بشكل قوي جدا للبطولة، مركزين بشكل كبير جدا، عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق البطولة. وخلوني بقى أفكر حضراتكم بمجموعات النادي الأهلي، ونبدأ بمجموعة رجال النادي الأهلي. النادي الأهلي بيقع في المجموعة الأولى بجانب بقى جي اس من الكونغو، فاب الكاميروني، بي ام سي الكونغولي، وشبيبتسكي ده الجزائري. اما عن سيدات كره اليد فبيقعوا ايضا في المجموعه الاولى بجانب بريميرو الانغولي، وتزيكو الكاميروني، واوتوهو الكونغولي، وجرينديسيل الكونغولي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، زي ما قلت منافسات البطوله هتبدا غدا ان شاء الله بقى كالعاده يشرفوا يعني الرياضه المصريه والعربيه، بنتمنى لهم كل التوفيق في البطوله. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. خلينا بقى نروح للأنشطة داخل النادي الأهلي. كانت أعلنت إدارة النادي الأهلي عن احتفالات المولد النبوي الشريف، وطبعا بهذه المناسبة بقى خلوني طبعا أهنئ حضراتكم وأقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. الاحتفال الأول هيكون النهاردة إن شاء الله بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون الساعة 8 مساء، وهيكون المنشد الديني أحمد العمري. غدا إن شاء الله هيكون في مدينة نصر الساعة 9 مساء، وهيكون
فرقه الاخوه ابو شعر للانشاد الديني، ويوم السبت بقى ان شاء الله هيكون في الشيخ زايد وفي التجمع الخامس. في الشيخ زايد هيكون الساعه 8 مساء هيكون المنشد الديني احمد العمري، والسبت ايضا في زي ما قلت التجمع الخامس هيكون الساعه 8 مساء وهتكون فرقه الحضره للانشاد الديني. طبعا بتكون بقى امسيات مميزه جدا، كل الاعضاء تقدروا بقى تروحوا النادي وتستمتعوا بهذه الحفلات. خلوني بقى كمان انقل لحضراتكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما عودناكم دايما الاعضاء بالفعل متواجدين في النادي وفي سيوله مروريه جيده الحقيقه في الطرق المؤديه للنادي، تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهارده. طبعا يا كريم يا نهواندي دي كانت ابرز اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه المتميزه.